is he doing? Yes. Who answers? There is a piano. There is a guitar. Yes, he is. Excellent. Then he is playing on the guitar. Oh, he is playing the guitar. Yes. ده سوى راح يكون درسنا اليوم بعنوان The Arts الفنون العود العود اوكي student book كتاب الطالب page 17 صفحة رقم 17 لكن طبعا قبل البدء بالدرس في عنا وظيفة في عنا homework اتوقع نحل هلا الوظيفة ونبدأ في الدرس ان شاء الله yes. What am I going to learn today? ماذا سأتعلم اليوم? A new text called The Arts العود. Okay. نص جديد بعنوان The Arts الفنون العود العود آلة موسيقية. Some vocabularies related to the art. Sorry. بعض المفردات تتعلق في الفنون. Okay. How to answer the questions following the text. كيف تجيب على الأسئلة المتعلقة بالنص. يعني هو احنا لازم نفهم النص اوكي باختصار كقراءة وإجابة على الأسئلة التي تلي النص يس الكلمات الرئيسية عود اوكي عود هو نفس العود الآلة instrument آلة strings تعني أوتار الأوتار calming يهدئ الأعصاب نعم مثلا guide دليل أو تجمعنا يدل يرشد improvement تحسين أو تطوير yes okay إذا الهدف how to read first how to read and understand the text correctly سأتعلم كيف أقرأ وأجب على النص بشكل صحيح هذا هو الهدف من درسنا إذا هو النص كقراءة how to read and understand the text correctly قراءة وفهم النص والإجابة أيضا على النص بعد ذلك يس كنا في عنا هلا توصيل متعلق بالدرس الماضي قبل ما نبدا في عنا وظيفه في عنا اول طبعا افعال مجموعه افعال هقرا انا اوكي بيك What's meaning of big? ما معنى big? أستاذ صوتك عم يقطع يخبز. تمام. Big يخبز. تمام. Big يخبز. اللي بعده boil يعني يسلق أو يغلي. نعم. يسلق أو يغلي. تمام. اللي بعده fry. ما معنى what's meaning of fry? ما معنى fry? يقلي نعم فراي يقلي اللي بعده جريل يس يشوي نعم عادي يس then جريل يشوي يس روست يحمص يحمس نعم في عنا steam yes what's meaning of steam سامي يطبخ على البخار نعم يطبخ على البخار طيب هلا أول جملة مين بيحل لنا أول جملة أو بيوصلنا أول فعل بيك يخبز أو بيحب مثلا من ال A yes يقرأ لنا الرقم والحرف نعم yes بطول تفضلي بطول حل بيك يخبز أول واحد تفضل يس بيك يخبز يس معي البيك يس نوصلها لعند البي صح أستاذ اقرأ الجملة ولا ما في داعي صح تقرأي والله يس بيك شو يعني بي يس ريد طيب أنا راح أقرأ يبدو صورة ما واضحة لأن هي تصوير طبعاً أنتم كان يفترض موجود عندكم الكتاب أوكي أستاذ الصورة واضحة رقم واحد بيك يخبز مع ال... أيه أوكي
إذا الـ A مشان الوقت، طيب من أجل الوقت الـ 1 رقم 1 وصلنا مع الـ B. الـ bake يخدم الـ B cook in an oven that food changed shape example بقوسين break. يعني الـ B بيقول cook يطبخ in an oven في فرن so that food changes shape يتغير شكله أو يغير الشكل example bread مثلا الخبز. هذا نحن بنسميه هذه العملية الخبز. أوكي في رقم اثنين yes boil boil with what مع إيش البويل؟ yes شام تفضلي شام. أستاذ البويل الاثنين ونصل عند الدي عند cook over not in boiling water يغلي يعني. لا انتبهي، لا انتبهي يا شام. البويل يسلق او يغلي نفسه. نوصل عند الايه تمام، نوصل عند الايه نوصل مع الاي تمام، نوصل مع الاي كوك كويكلي ان فيري هات ووتر يطبخ بسرعه في ماء حار جدا، هذا نحن نسميه بويل. نمبر 3 يس رقم 3 يس عادله تفضلي عادله. فراي بنوصل عند الـ A cook in pan in hot oil or fat. Yes إذا فراي يقلي cook in a pan in hot oil or fat يعني يطبخ في مقلاة في زيت حار أو في سمنة نجلاء تفضلي. Number 4 yes sorry رقم 4 حلينا ثلاثة. Yes four. أربعة ونوصل عند C. تمام. عفوا لعند الإف. لعند الإف. تمام. الأربعة مع الإف. أربعة. Cook when done. Free head sort of hand comes from above. Above, yes, thank you, very good. إذا الأربعة مع الإف، grill يشوي، grill يشوي cook under a very hot surface، هو الطبخ heat comes from above، الحرارة تأتي من الأعلى، أوكي؟ الحرارة تأتي من الأعلى، هاي نحن نسميها عملية إيش؟ الشوي، أوكي؟ Like chicken مثل مثلا الفروج، كيف تجي الحرارة؟ من فوق مثلا، yes. جريل. طيب الروست رقم 5 يس سامية تفضلي. روست تحمي يس استاذ روست يحمص شوي ايضا يس استاذ على الاف كوك اندر a very hot surface هيت كومس from لا استاذ على انتبهي معس انتبهي هون التحميص النار من وين بتجي من فوق ولا من تحت؟ الروست هلا حلينا الاف نحن من تحت حلينا من تحت مع الاربعة النار يعني مع السي هون عم يقول خمسة cook in an over oven الطبخ في فرن or over fire او فوق النار تمام او فوق النار يعني النار بتكون تحت الطبخة مثلا اوكي تحت يعني فهي بتجي من نعم فوق النار مثلا اكزامبل ميت اعطينا مثال اكزامبل ميت مثل اللحم يعني الطبخ اللحمي يس اخيرا 6 رقم 6 ايه تفضلي يس ايه استاذ بنوصلها على الدي تمام كوك اوفر تمام كوك اوفر نوت ان بولينج ووتر Very good, excellent. تمام. إذا الستة مخار الطبخ فوقه بين قوسين نط ما بنحط الطبخ بقلب المي over فوقه boiling water ماء يغلي هي عملية steam الطبخ على البخار yes. Any question في حدا عنده سؤال؟ لا أستاذ. اوكي ثانك يو طيب ما ننتقل على الدرس هلا في عندنا هون كوت مثل او مقوله بالاسفل الصفحه مكتوب لافر
is the brightest in the place where food is. تحته Irish proverb. المقولة شو بتقول؟ الضحك is brightest يعني مشعا أو يعني أفضل ما يكون in the place في المكان where food is حيث يوجد الطعام. يعني وين بينوجد الطعام بيلتقى إيش؟ ضحك. ضحك هذا تحته عم يقول Irish proverb. Irish يعني إيرلندي. proverb مثل إيرلندي هذا. أوكي يعني هذا متعلق مثل يتعلق في الطبخ أو في نعم في الطعام.